لما بنصل لهذا الرقم هل ده يعني حصل، يعني عايز في مساحة زي اللي احنا قدامنا بنعرضها، حصل مشروع بهذا الحجم في منطقة واحدة في هذا التوقيت أو هذا الزمن من البنية التحتية وتوفير البنية التحتية وحتى الإنتاج؟ شوف يا أحمد بيه، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. اللي حصل في مصر على مدى الخمس سنين ده قصة نجاح، وده مش كلامنا احنا، مش كلامنا احنا كمصريين واحنا سعداء بيه، انما ده كلام المنظمات الدولية والهيئات الدولية، وهنا يعني اقصد بها المنظمات الزراعية الدولية زي الفاو منظمة الأغذية والزراعة، زي الإفاد اللي هو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، زي الـ WFP برنامج الغذاء العالمي، ودول ليهم مكاتب موجودة عندنا داخل جمهورية مصر العربية وليهم ممثلين. لما تقرأ تصريحاتهم وتقرأ بياناتهم، لا قصة نجاح لمصر وللشعب المصري ان انت في سنتين ونص تعمل بنية اساسية لنص مليون فدان، تزرع منها خلال سنتين ونص 200 الف فدان، وفي 100 الف فدان جاهزة هيتم خلال الفترة الموسم الشتوي الحالي ان شاء الله اضافة 35 ل 40 الف فدان. لا ده قصة نجاح. اي حد مش شايف الكلام ده يبقى هو يعني اسمح لي اعمى او مش يعني، لان دي انا بتكلم هنا على قطاع الزراعه فقط، بتكلم على محور التوسع الافقي في قطاع الزراعه، ما بالك بالصوب الزراعيه واللي جاري استقبالها، وهنشوف اتحاد لمناطق الصوب الزراعيه خلال الفتره اللي جايه، ايضا مشروعات الانتاج الحيواني، ايضا مشروعات الانتاج السمكي، بتكلم على فتره زمنيه خمس سنين، لا انجاز. لما نيجي نتكلم على مصر، احنا كل مساحه الارض الزراعيه عندنا في مصر الوادي والدلتا 6 مليون فدان او 6 وشويه مليون فدان. وكل المساحه اللي عندنا في مصر اللي بناكل وبنشرب منها وبنصدر حوالي 9.1 مليون فدان. انت لما تضيف 500 الف فدان في سنتين ونص او في ثلاث سنين، وتضيف مساحات ثانيه في سينا وفي العوينات وفي الوادي الجديد، لا انت بتعمل انجاز وقصص نجاح، وبتستخدم تقنيات حديثه في الزراعه، تستخدم محاصيل غير شره للميه، وده التاكيد دايما عليها. لا يعني ده احنا بنتكلم على صفه نجاح، وده مش كلامنا احنا كمصريين، لا ده كلام المنظمات الدوليه. برضو مش عايز انسى ان المشروع بتاع تنميه اراضي الساحل الشمالي الغربي اللي بدات الدوله في اجراءات دلوقتي بتتم في بعض البنيه الاساسيه اللي بتتعمل، لان هنا هذا المشروع برضو تنميه اراضي الساحل الشمالي الغربي ليس تنميه زراعيه فقط، انما مرتبطه بالتعليم، مرتبطه بالصحه، مرتبطه بمناطق سياحيه، مرتبطه بمواني، مرتبطه يعني بخدمات عديده جدا في منطقه الساحل الشمالي الغربي. مشروع من المشروعات المهمه ايضا الخاص بالقرى، اللي هي 50 مركز يخلصوا خلال هذا العام 2021، واللي هيشمل 1500 قريه، وحتى عندنا في سوهاج كان معانا السيد المحافظ من كام يوم، سبع مراكز بالقرى بتاعتهم بالكامل. خلينا اقول لحضرتك يعني اكبر هديه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمها لاهل الريف في 2021، واعلن عنها في سيادته في ديسمبر الماضي، هي تطوير 1500 قريه مصريه في مرحله اولى. واحنا بنتابع دايما لقاءات السيد الرئيس مع المسؤولين ومع سياده اللواء المحترم اللي بنحييه كلنا كشعب مصر، سياده اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني. وكان توجيه السيد الرئيس ان يكون العدد الاكبر منهم في الصعيد، ولان الصعيد على مدى سنوات طويله يعني مستوى الخدمات ومن المناطق الاكثر احتياجا، وطلب ايضا بالتوازن بين الحاله في محافظات الشمال والصعيد. خليني اقول لحضرتك ان احنا في مصر على مدى اكثر من 30 عام لم يكن في مصر استراتيجيه وطنيه للتنميه الريفيه المستدامه. كان عندنا جهاز تنميه القريه اللي تابع لوزاره التنميه المحليه يقدم بعض الانشطه، ولكن لم يكتب لها الاستدامه. النهارده في 2021 السيد الرئيس وضع النواه للخطوات التنفيذيه بجدول زمني محدد للتنميه الريفيه المستدامه ل 1500 قريه كمرحله اولى. برضو خليني اقول لحضرتك والساده المستمعين ان وحده البناء في مصر هي القريه. وحده البناء في مصر هي القريه، وهي الظهير السياسي. والتنميه الريفيه
هي التنسيق بين التعليم والصحة والزراعة وكل وزارات المعنى. بالتوجه بتاع سيادة الرئيس وتطوير 1500 قرية كمرحلة أولى، أنا بتساءل هل نحن في طريقنا لإنشاء وزارة للتنمية الريفية؟ أنا شخصيا بقترح إنشاء وزارة للتنمية الريفية، لأن التنمية الريفية وتطوير القرى مرتبط بالزراعة محلية. والتعليم والزراعة والصحة وكل المرافق وكل الخدمات، فأنا بقترح أن يكون عندنا وزارة اسمها وزارة التنمية الريفية.